مرحبا شيخ زلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدوزيام كولاج مرحبا بكم في الحصه رقم 5 من الدرس ديال لوغدغ ايروبيراسيون. نعم الحصه رقم 5، درنا 4 الحصه القوام كاملين لتحت لان درس مهم بزاف، ومازال الحصه رقم 6 هي الاخيره. الاخوان هذه حصه في غايه الامل، لان نخدموا على التاطير لونكادرومو في جميع الحالات. قبل ما نبداو بغيت نذكركم بان العرض ديال بسم الله في ماده تريديت مع البروف الوردي تسجيل مستمر فوج رقم 9، تلقاو الواتساب لتحت، راه كاين واحد البرومو خاص بالعيد الصغير وعواشركم مبروك. كنت كتشوفوا الفيديو بالتاريخ ديال عيد الفطر 2024، عيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم اخوتي بالفرحه وبالتيسير. مرحبا بكم في عرض بسم الله مع البروف الوردي. دخلوا مجموعه الواتساب، يكون عندكم حصص مع الاستاذ، تاخذوا لي سيرفيس دروس ديالكم، تستافدوا من البريباراسيون للامتحان ديالكم. التواصل مع الاستاذ تبقى طيله الاسبوع في الواتساب باستثناء يوم الاحد، بجانب ميزه اخرى اكثر من هذا كاينه مسابقه خاصه بالتلاميذ اللي مسجلين في عرض بسم الله، سميتها طوب ديسير، تخدم الماط وغتاكل معنا الفواكه. الحصه الرابعه كنت عطينا شي شويه على لونكادرومو، يعني بحال اللي ذوقناكم شويه من لونكادرومو. اليوم تأطير كامل على بركة الله. دونك التمرين الأول، سوا إكس كومبخي أونتخ دو تروا، إيكغي كومبخي أونتخ كاتخ إي سانك. دونك هذا التأطير ديال إكس، هذا التأطير ديال إيكغيك، هذا التأطير ديال دو زيد موان تخوا. دونك هذه كاملة دو زيد موان تخوا راها محصورة ما بين 5 و 7، هادو غير المعطيات. هذا المعطى الثالث بلا ما تشوف في هذا المعطى دير راسك بحال اللي مشيش، نساه. السؤال الاول اونكادري اكس بلس ايكغيك، او بحال درنا الحصه اللي فاتت سهله، هذه راه ديجا شرحناها. دونك عندي التاطير ديال اكس ها هو، وعندي التاطير ديال ايكغيك. الناس اللي ما شافوش الحصه السابقه ضروري خصهم يشوفوا، الا ما شتيش راه ما غتفهمش هادشي، سير شوفها ودير حصه اني كنتسناك. دونك اكس محصوره ما بين 2 و3 وايكغيك محصوره ما بين 4 و5. اذا كيف ما قلت لكم الشباب في التاطير عندنا فقط غير الزائد والضرب، ما عندناش الناقص والقسمه. دونك اكس زائد ايكغيك، ما معنى اكس زائد ايكغيك الشباب؟ سيتادير لونكادرومو دو اكس، لونكادرومو دو اكس غنزيد عليها لونكادرومو دو ايكغيك. دائما ما بين سيركل وسيركل خاص يبقى الزائد لابد. اذا التاطير ديال اكس هو هذا، اذا غندير الوسط زائد الوسط سهله، وغندير هاد الجناب زائد الجناب، جوج زائد 4 3 زائد 5. التاطير ديال الزائد ساهل بسيط، اذا اكس زائد ايكغيك ها هي، جوج زائد 4 هي 6، و3 زائد 5 هي 8، وهاني ساليت الجواب صافي. ما معنى اكس زائد ايكغيك؟ خصني نلقاها الوسط، يعني هي خرجت لي مأطرة ما بين 6 و 8. دائما تاكدوا بان هذا العدد اللي يخرج هنا خصو يكون صغر من هذا العدد. دابا الشباب التاطير ديال الزائد ساهل، الوسط زائد الوسط وجناب زائد جناب، باس لا. دابا غتركزوا معايا في التاطير ديال الناقص. هنا خوتي الا بغيتكم تكونسونطراو معايا مزيان، هنا كيف ما قلت لكم الحصه السابقه خطا كبير ولدي، وتانت يا بنتي تمشي دير اكس ناقص ايكغيك، معناها تدير هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا، ها هما شاهدين عليك. ما خصنيش نشوفها دايرها، ما يمكنش التاطير الناقص، لا ما كاينش الناقص. وشنو تندير؟ هاد التاطير ديال الناقص، هاد الناقص ولدي كنديرو قبل منه واحد الزائد، ها هي نكتبها لك باللون الاحمر، ضروري ندير زائد، ضروري كندير زائد وعاد تنكتب ناقص. دابا اكس ناقص ايكغيك كنردها اكس زائد ناقص ايكغيك، متفقين؟ فيما تشوف التأطير فيه الناقص كدير قبل منه زائد، علاش؟ حيت من بعد غنأطرو إكس، شنو غنأطرو؟ غنأطرو ناقص إيكغيك، وشنو لا غولاسيون بيناتهم؟ هو الزائد. دائما التأطير الشباب فيه دو زوبيراسيون، فيه فقط الزائد والضرب، ما فيهش الناقص، ما كاينش التأطير الناقص، غلط، حنا الناقص كنردو زائد، ما كاينش الناقص وما كاينش القسمة. ناقص كردو زائد والقسمه كردوها ضرب، انت غتشوفني غنجاوب التأطير ديال القسمه. عقل على هذه المعلومه في غايه الاهميه. اذا الا مشيتي ولدي درتي هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا راه كتخربق، ولا درتي انت راه ما جالسش معنا في الحصه، راه كتشوفني دابا بعينك، ها والله ما جالس معنا، جالس معنا بالجسد ديالك. ركز معايا، ما ديرش هذا ناقص هذا، ها هما شاهدين عليك، ما ديرش هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا، صافي. وشنو غندير استاذ؟ اول مرحله غدير التنظيم، اكس ناقص ايكغيك غترد اكس زائد ناقص ايكغيك. ثاني مرحله خصك تعرف لي سيركل اللي مطلوب منك تاثر، انت اش غتاثر دابا؟ غتاثر اكس لو بروميير سيركل، وغتاثر مو ايكغيك لو دوزيام سيركل. دابا عاد فهمت، دابا قول لي استاذ تاثر الناقص ما كاينش، انا كان كيسحب لي اكس ناقص ايكغيك غندير هذا ناقص هذا وهذا ناقص، ولا صاحبي ما كاينش هذيك البلان. وشنو غندير؟ غدير زائد، ومن بعد عندك لو بروميير سيركل غنأطرو اكس. ديجا اكس عندنا التأطير ديالها، اكس عندنا التأطير ديالها، هي اكس محصورة ما بين شنو؟
جوج او ثلاثه. دابا قولي شي ولي عندي بروميير سيركل اطرا دابا بروميير سيركل شنو هي بروميير سيركل؟ زعما غنطر هاد اكس هذه هي بروميير سيركل، دوزيام سيركل هي موا ايغريك، غنطر هادي ونطر هادي وبيناتهم شنو غندير؟ زائد. فهمتي البلان؟ دابا البروميير سيركل عندي التعطير ديالها، دابا غنطر موا ايغريك، غادي نكتب اون كادري اون كادري موا ايغريك. متفقين؟ انا ما عنديش موا ايغريك ولكن عندي ايغريك، غنجي غادي نكتب لدينا. كيفاش موا ايغريك كيفاش ايغريك غتولي موا ايغريك؟ سهله، غنضربها في موان زان، درناها في الحصه السابقه، نضرب في موان زان. الا ضربنا هذه في موان زان غندير لها شريطه. شنو قلنا الشباب؟ ان فوا نضرب في موان زان لعبه، شنو شونجي لي بلاص. هاد خمسه غتجي هنايا وهاد اربعه غتجي هنايا، هضرنا عليها، وغنضربها في موان زان. معناتها غندير هذه شريطه وندير هذه شريطه، وها هو التاطير ديال موان ايغريك. انا غادي نمسح داكشي اللي الفوق باش يبقى عندي لسباس. دونك ركزوا معايا، الله يرضي عليكم اخوتي، ركزوا معايا. اذا لو بروميير سيركل هي اكس، ها هي التعطير ديالها، اكس ها هي مأطره عندي، عطاوا لي هاي جوج ثلاثه. اي مو ايغريك ها هي اطرتها، عرفتوا كيفاش اطرنا مو ايغريك؟ شوف درنا لهذه شريطه ودرنا لهذه شريطه ودرنا شريطه، بدلنا البلايص. هذيك اللعبه ديال شريطه، شنو معنى شريطه؟ راه ضربناها في موان زان، ضربت هذه في موان زان وضربت هذه في موان زان وضربت موان زان. كيف ما قلنا الا ضربنا في نيجاتيف كنشونجي لي بلاص، يعني هاد خمسه، هاد خمسة اللي كانت هنا ديتها ليه، شوف هاد خمسة ديتها هنايا وهاد أربعة ديتها ليه، شونجي لي بلاص وتندير لهم الناقص ديالهم، عقل إلا ما بدلتش بلايص غالط. إذا أنا ولات موان 5 وهنا موان 4، شو هاد اللعبة غتعجبك؟ قلت لك في الحصة السابقة شنو العلاقة ما بين هاد التأطير والتأطير؟ شنو العلاقة ما بين السيركل والسيركل؟ توجور شنو العلاقة؟ زائد، يعني غدير هاد اللعيبة هادي، عقل هاد اللعيبة دايرة زوينة. زائد شنو يعني زائد؟ الوسط زائد الوسط، اكس زائد مو ايغريك هي اكس مو ايغريك، بلا ما تقول ديك الساعه زائد، صافي حيد ديك الزائد. دابا الزائد بلا ما تقولو حيد، دابا حساب، فرق ما بين قبيله التاثير ودابا حساب، هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، جوج ناقص خمسه، بلا ما تقول جوج زائد ناقص خمسه حيد دابا كتحسب ماشي كتاثر، دابا ساليتي التاثير، اثرتي هذه واثرتي هذه، صافي. اذا دابا بقى لك الحساب، جوج ناقص خمسه هي ناقص ثلاثه، وناقص ثلاثه ناقص اربعه هي ناقص واحد، ودائما مثالي اثر الجواب، راه هو سميتو التاثير، هو تانت اثر الجواب. دائما تاكد بان هذا العدد اللي هنا خصو يكون صغر من هذا العدد. اذا الله يرضي عليكم التعطير ديال الناقص ما كاينش، اين فوا عندك الناقص دير قبل منه زائد، هذه مرحله اولى. المرحله الثانيه دير لي سيركل، باش تعرف راسك لي سيركل صحيحه خاص ما بين سيركل وسيركل شنو يبقى. شو 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 شنو 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 كاين هنا، شو شو طل طل طل، خصو يبقى الزائد او الضرب. قلت لكم قبيله ملي غنجيو للضرب غتفهموني، اذا خصو يبقى الزائد ضروري. الا جيتي درتي سيركل بحال هكا ودرتي سيركل بحال هكا، شنو بيناتهم؟ ناقص، غلط غلط، خاص تبقى زائد، لذلك كدير زائد. من بعد اكس التأطير ديالها هي عندك، موا ايكغيك ما عندكش، عرفتي تأطرها؟ لدينا ايكغيك، اضرب هذه في موان زان وتبدل البلايص، سهلة. من بعد العلاقة ما بين التأطير والتأطير هي الزائد، دير هذه العباد، هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، وهانت وصلتي، مشيو للعملية الموالية. يلا الشباب دائما مع التأطير ديال الناقص باش نزيدو نفهمو مزيان، يلا ركزوا معايا، جوج اكس ناقص ثلاثة ايكغيك. إذا شنو قلنا أول حاجة؟ ملي تيكون عندي الناقص أخوتي شنو كندير قبل منه؟ شنو كندير قبل منه؟ برافو عليك، كندير قبل منه زائد، صافي؟ دائما الزائد قبل منه، الناقص قبل منه عفوا، ندير الزائد. دابا هاني نظمت العملية، فين هما لي سيركل؟ السيركل الأولى، شناهي هي السيركل الأولى اللي غتأطرها؟ كون ناضي، معلم جوج إكس، هذه هي السيركل الأولى. غنأطرو هذا مرحلة أولى، والمرحلة الثانية غنأطرو ها السيركل الثانية، باش تعرف راسك هذوك لي سيركل صحاح، شوف شنو بيناتهم، شوف 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 شنو كاين بيناتهم، شنو كاين بيناتهم؟ زائد، معلم، هذيك السيركل والسيركل صحيح. إلا جيتي درتي هنا سيركل وهنا سيركل، شنو يولي بيناتهم؟ ناقص، غلط، صافي. إذا عندك أنت جوج خدمات دابا، غتأطر جوج إكس، مرحلة أولى، المرحلة الثانية أتأثر ناقص 3 إيكغيك، هذه الخدمة الأولى. الخدمة الثانية غدير بيناتهم الزائد، سهلة. يلا نبداو أونكادري، هاكا تنخدمو في الورقة، أونكادري جوج إكس. ملي غنبغي أونكادري جوج إكس، أش من تأثير غنبدا به؟ أش من تأثير غناخد؟ غناخد هذا إكس، أون لدينا إكس محصورة خوتي ما بين جوج وثلاثة، تري فاسيل. كيفاش هاد إكس أتولي جوج إكس؟ إذا غنضرب في جوج، غنضرب هنا في جوج وغنضرب اخوتي هنا في جوج، جوج في جوج هي اربعة، جوج في ثلاثة هي ستة، بطبيعة الحال ضربت في ان نومبر بوزيتيف، ما نبدل لا بلايص لا والو، حتى لا ضربت في نيجاتيف، سالينا. دابا غن اونكادري اخوتي شنو؟ لو بخومييي سيركل ساليتها، اثرتها، دابا غن اونكادري الدوزيام سيركل. شنو سميت الدوزيام سيركل؟ اللي تيخدم بهاد لي سيركل غيمشي الزواون، سميتها موان طروا ايكغيك، ما سميتهاش طروا ايكغيك، موان طروا ايكغيك. إذا غناخد التعطير ديال ايكغيك، لدينا ايكغيك
محصوره ما بين شنو؟ ما بين 4 و 5. اذا كيفاش ايغريك اودي غتولي ناقص 3 ايغريك؟ غنضرب هنا في ناقص 3، اذا غنضرب هذه في ناقص 3 و ان فوا نضرب في نيجاتيف. شنو قلت لك قبيله؟ نبدل البلايص. ان فوا نضرب في نيجاتيف هذا يجي لهنايا وهذا يمشي ليه، ما تفكرش غير ضرب في نيجاتيف، لعبه ديال تراك تراك. قلت لك وقلت لك دير سيلفي سكريني هذه اللقطه، هذه سكريني عندك تراك بحال هكا. ان فوا ضرب في نيجاتيف قلب، قلت لك مزيان. من بعد هذه غضربها في ناقص 3، تقلق منك حيت ضربتي الوسط في ناقص 3، الجناب ضربهم في ناقص 3، كتبدل البلايص وعاد كضرب في النيجاتيف حتى تبدل البلايص. من بعد يولي عندنا الحساب ناقص 3 ايغريك، وهنا خوتي شنو غتولي ليا؟ تولي ليا ناقص 15، وهنا غتولي ليا ناقص 12. صافي ساليت لو دوزيام ساركل، اثرت هايا. ودائما تاكد بان هذا العدد اللي تيكون هنا راه صغر من هذا العدد باش نعرف الجواب ديالي راه صحيح. صافي رجع دابا غيسالي الفيلم شنو هي العلاقه ما بين هاد السيركل وهاد السيركل، يعني ما بين هاد التأطير وهاد التأطير، شنو العلاقه؟ زائد برافو عليك كندير هاد اللعبه. شو هاد اللعبه تعجبك؟ شو 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 شوف الطق، شو هاد الاسهم وندير زائد وعقل عليه ضروري ديرها. ما معنى الزائد الشباب؟ يعني غندير الوسط زائد الوسط والجناب زائد الجناب. صافي انا اخوتي غادي نمسح هذا الجزء الاولاني، غادي نخلي غير داك جوج ديال لي زونكادرومو باش يبقاو باينين قدامكم. يلا الله يرضي عليكم. هذا زائد هذا معنيتها هي جوج اكس ناقص 3 ايكغيك. ديك الساعه بلا ما نقول زائد حيت دابا كنحسب، دابا فرق، دابا راه كنحسب لا داعي نقول زائد. صافي انا وصلت لهذه العمليه اللي باغي ناطرها، وغندير الجناب زائد الجناب. 4 ناقص 15 بلا ما نقول 4 زائد ناقص 15 حيت زائد مع الناقص راه هو الناقص. 6 زائد ناقص 12 معناتها هي 6 ناقص 12. رجع دابا للسطر، اذا 2 اكس ناقص 3 ايكغيك ما ندويش معاها. 4 ناقص 15 اخوتي دونك هي ناقص 11. صافي و 6 ناقص 12 هي ناقص 6. دائما تاكدوا اخوتي بان الجواب الجواب اللي كاين هنا خصو يكون صغر من اللي كاين هنا. صافي اذا جوج امثله في التاطير الناقص هضرنا عليهم، شتو لورغانيزاسيون. ناقص كندير قبل منه زائد، كندير لو بروميير سيركل، كندير لو دوزيام سيركل، كنعطي السيركل الاولى، كنعطي السيركل الثانيه، الا ضربت في نيجاتيف طراق نبدل البلايص. راه ما كاينش اكثر من هذا الشرح مبسط. من بعد كندير الوسط زائد الوسط جناب ديال هذه اللعيبه، هذه اللعبه ديال السام هذا. شنو العلاقه؟ دائما العلاقه كتكون الزائد. اتونسيون مشيو اخوتي الامثله اللي بقاو لينا. نمشيو دابا للتأطير ديال الضرب اكس في ايكغيك. يلا ركزوا معايا، بالنسبة للضرب تا هو في غاية الأهمية. إذا بالنسبة للتأطير أخوتي ديال الضرب راه التأطير ساهل بزاف، غير هو عندنا جوج ديال الحالات. الحالة الأولى ملي تيكون عندي هاد الأعداد اللي كاينين في التأطير بوزيتيف، ياك، وهذه اللي غتكون عندكم بزاف الثامنة. والحالة الثانية ملي تيكونوا نيجاتيف، هذه كنديرها لكم في الآخر إن شاء الله ديال الحصة، لأن ماشي كلشي تيديرها ولكن أنا غنديرها لكم رغم ذلك. إذا التأطير ديال الضرب شنو معنيت إكس إيكغيك الشباب؟ باش نكتب لكم التأطير. دونك إكس إيكغيك شنو كتعني؟ كتعني هي إكس في إيكغيك. صافي دونك لو بروميير سيركل هي إكس، لو دوزيام سيركل هي إيكغيك. شنو كاين ما بين السيركل والسيركل؟ كاين الضرب. إذا أش قلت لكم قبيلة؟ سوا تيكون الزائد سوا تيكون الضرب، ما تيكونش ناقص في التأطير. سوا تيكون عندك الزائد سوا تيكون عندك الضرب. صافي إذا هذا التأطير زواون، علاش؟ حيت بيناتهم الضرب، حيت خص يكون عندي الزائد ولا يكون عندي الضرب. إذا التأطير ديال إكس هو هذا والتأطير ديال إيكغيك هو هذا. غادي ندير الوسط في الوسط والجناب جناب، غير هو ضروري قبل ما ندير هذه اللقطة هذه خاصني نتأكد أخوتي بأن هاد الأعداد راه موجبين. صافي حيت إلا كان هادو سالبين غندير واحد اللقطة، هذه ما نقولهاش كذابة. دابا أنت في الغالب غيكون عندك في الثامنة هادو موجبين. صافي إذا هدف هذا، هدف هذا، جوج في أربعة هي 8، 3 في 5 هي 15. صافي واني سالي التأطير، ودائما تأكد بأن هذا العدد تيكون صغر من هذا العدد. إذا شنو درنا؟ صنعنا شي طيارة، ما درنا والو، درنا هدف هذا وهدف هذا وهدف هذا، الوسط في الوسط والجناب في الجناب. نمشيو دابا للتأطير ديال القسمة. أو 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 ركزوا معايا، شنو قلت لكم الشباب في التأطير؟ عندنا عملية زائد وعندنا عملية الضرب. قلت لكم كاين شي تأطير القسمة، هاد القسمة غنردوها ضرب. شنو غنديروا ليها؟ غنردوها اكس في واحد على ايكغيك. ضروري يا استاذ ضروري، ما كاينش تأطير القسمة. شحال من واحد دابا كيسمع القسمة شنو غيقول؟ يقول لك اكس مقسومة على ايكغيك، عرفت شنو غادي يدير؟ غيدير هذا مقسومة على هذا وهذا مقسومة على هذا وهذا مقسومة على هذا. ضرب كترين. غلط غلط غلط، ما كاينش تأطير القسمة، قسمة كنردوها ضرب.
اكس على y كتردى اكس في 1 على y. علاش؟ لان اصلا اكس في 1 راه هي اكس، وهنا راه كاين 1، واحد في y هي y. من بعد غنحددوا لي سيركل، دائما تحدد لي سيركل، ها هي لو بروميير سيركل وها هي لو دوزيام سيركل. شتي باش كنعرف انا التحديد ديال لي سيركل صحيح خاص يكون يبقى بيناتهم، دائما بيناتهم شنو تيبقى؟ يا اما الزائد بحال قبيله يا اما الضرب. باش تعرف راسك السيركل الاول والسيركل الثاني صحيح خاص بيناتهم تلقى الزائد او الضرب. الى لقيتيها راك صحيح مزيان. يلا اذا غادي ناثروا اكس ومن بعد ناثروا واحد على الايكغيك ومن بعد نديروا بيناتهم الضرب. يلا بالنسبه لاكس راه عندي اون لدينا، اذا اكس هي راه عندي ما نهضرش معاها، ها هي التاثير ديال اكس 2 3 او. ولكن واحد على ايكغيك هنا الجديد، كيفاش واحد على ايكغيك؟ اولا باش نحصل انا على واحد على ايكغيك غادي نخدم في التاثير ديال ايكغيك. مزيان شوف ركز معايا، كيفاش هاد ايكغيك تولي واحد على ايكغيك؟ غنقلبها عندي ليها لانفيرس. دابا هاد ايكغيك باطاشني المقام ديال المقام هو واحد، عندي لانفيرس عندي لها بحال هكا واحد على ايكغيك لانفيرس. بحال دابا مثلا كتكون عندي خمسة وبغيت نردها واحد على خمسة، يعني شنو غادي ندير؟ لانفيرس نقلبها. اوكي دونك نفس البلان، غندير لانفيرس في الوسط وغندير لانفيرس في الجناب. وسمعوا اهم حاجة دابا غنتكلم لكم، هذا الجديد، ملي كدير لانفيرس كتبدل البلايص بالنسبة لكم في الثامنة، حيت هذا يكونوا دائما عندهم نفس الإشارة بالنسبة لكم انتوما في الثامنة، غتبدل البلايص. معناتها هذه غتجيبها لهنا وغدير ليها لانفيرس، تجيبها ودير لانفيرس، وهذه غتجيبها لهنا ودير ليها لانفيرس. أنا غنعاود شوف تقول لي استاذ علاش دابا استاذ ملي درنا لانفيرس بدلنا البلايص؟ ملي كدير لانفيرس هذاك العدد اللي تيكون صغير تولي هو اللي كبير. بحال دابا نعطيك مثال، بحال دابا مثلا نقولوا مثلا 2 صغر من 4، 2 صغر من 4 ياك. الا درنا لانفيرس 1 على 2 وهنا نديروا لانفيرس 1 على 2 راه هي 0.5، 1 على 4 0.25 غتولي كبر. لاحظ الرمز تبدل، غير هو في لونكادرومو ما كنبدلش الرموز، اصغر واصغر كنردهمش اكبر كنبدلو بلايص. نفس البلان هنا تيتبدل الرمز، هنا كيتبدل البلايص. اذا ان فوا دير لانفيرس عقل سجل عندك غادي تبدل البلايص. شي لانفيرس بحال اللي كضرب في نيجاتيف، عقل عليها في نيجاتيف اللعيبه ديال الطرق، حتى في لانفيرس ان فوا دير لانفيرس غتبدل البلايص. اذا دابا احنا اثرنا لو بروميير سيركل هيا اثرناها، لو دوزيام سيركل هيا شوف لو بروميير سيركل هي اكس اثرناها، واحد على ايكغيك اثرناها، شنو هي لا غولاسيون بين هذا وهذا؟ الضرب. اذا ندير اللعيبه هذه، برافو عليك الضرب، انت ناضي، انت غتبقى غادي زوين، انت يا بنتي غتبقى غادي مخير مخير مخير. راه الله عز وجل تيقول، وانا قلتها للدراري، انما يستجيب الذين يسمعون، اللي كيسمع النصائح وكيتبع داكشي اللي كيقولوا الاساتذه كيمشي زوين، اللي كيبقى يدير فيها ماطور وكيبقى يدير فيها اينشتاين وسيونس مات على بكري راه غيبقى يخربق. قال لي استاذ دير الضرب ديالي، قال لي استاذ دير ما بين هذه دير سيركل وهنا دير سيركل وديرها ولدي، بارك من الفهمات. واش باغي ديروا كلشي بالزربه؟ وراه ولفنا هاد التيك توك وهاد الانستغرام بنادم كلشي بالزربه، كلشي غيدوز بالزربه، راه خصك تصبر. الفيديو نقدر ندير فيه انا ساعه وخصك تصبر عليه، قرايتك هادو مستقبلك، وزير راسك اصاحبي يلا سير. اذا العلاقه ما بين التاثير والتاثير هو الضرب. اذا شنو قال لي استاذ؟ الضرب خصنا هادو يكونوا بوزيتيف، صافي هادو راه بوزيتيف. غدير الوسط في الوسط، اكس في 1 على ايكغيك فوالا، هذا في هذا، 2 في 1 على 5 ها هي، و 5 في 1 على 4 سي تري فاسيل، 5 في 1 على 4 صافي. اكس في 1 على ايكغيك هي اكس على ايكغيك. اوه انت اثرتيها، كاينه ما كايناش، سي تري فاسيل. 2 في 1 على 5 هي 2، هادشي حساب. 5 في 1 على 4 هي 5 على 4. مبروك مبروك مبروك، كونغراتوليشن، انت وصلتي للجواب. شوف اذا شوف الميثود، اول حاجه قسمه كتولي ضرب صافي، اكس في واحد ديما واحد على ايكغيك. ثاني حاجه نونكادر لو بروميير سيركل، ديجا راه عندي دوزيام سيركل ما عنديش، واحد على ايكغيك سي كوا؟ واحد على ايكغيك ندير لانفيرس، هاد ايكغيك ندير لها مقلوب، نقلب بها راسها مع رجلها، المقام ديالها واحد غيطلع الفوق وايكغيك تهبط لتحت، ثاني ندير لانفيرس ايشونجي لي بلاص. اي ابخي لو بروميير سيركل لو دوزيام سيركل شنو هي لا غولاسيون؟ هي الضرب، سي تري فاسيل، هدف هذا هدف هذا هدف هذا، اصلا كلهم موجبين ما عندناش اشكال، نمشيو لاخر جوج عمليه. اونكادري اكس او كاري عاوتاني ايكغيك او كاري، يلا بسم الله. دونك التاثير ديال اكس هو هذا 2 3. كيفاش اكس او كاري؟ ساهله، غنرفع او كاري الوسط بحال هكا وغنرفع او كاري في الجناب عادي، او كاري هنايا او كاري هنايا، سي تري فاسيل. غتولي لي هذه اكس او كاري، وهذه تولي 4 وهذه غتولي 9، صافي انت ساليت. بغيت نقول لكم واحد القضيه في التاثير ديال او كاري، كترفع او كاري الوسط ترفع او كاري في الجناب، غير هو الا كانوا هادو بوزيتيف
موجبين مثلا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كترفع أوكار وتبقى في بلايصهم. إذا كانوا نيجاتيف أنا ندير لكم هذه الحالة كتبدل عاوتاني البلايص. أنا ندير لك هذه الحالة في الغالب تكون عندكم أنتم بوزيتيف. إيكغيك أوكاري غنرفع عاوتاني هذه أوكاري عادية ونرفع هذه أوكاري دائما الأقواس. لاحظوا مثلا نرفع أوكاري دائما تندير الأقواس صافي. إيكغيك أوكاري أربعة أوكاري هي 16 خمسة أوكاري هي 5 صافي. وأنت ساليتي دائما تأكد بأن هذا العدد اللي تيكون هنا راه صغر من داك العدد اللي لهيه صافي مزيان صيبو. انا غندير لكم انسالي هذا وغندير واحد 80 صغير بالزربه المثال اللي غتكون فيه نيجاتيف صافي. الا كانوا نيجاتيف غنبدلوها البلايص في الاوكاري. يلا ركز معايا نمشيو دابا لاخر سؤال في التمرين. عطاونا خوتي هاد ليكسبرسيون هادي جوج زيد ركز معايا موان 3 كومبري اونتر 5 اي 7 صافي. السؤال شنو هو؟ هو اونكادري زيد. دابا الشباب هنا هاد العمليه العكس ديال هادشي اللي كنا تنديرو. دابا عطاونا تقطير الوسط كبير فهمت ماشي بحال هنا في اكس ايغريك عطاونا كبير قالوا لنا نتوما هادشي نحيدوه ردوا لي زد اون كادري زد. دابا شنو خصنا نلقاو في الاخر؟ خصنا نلقاو التقطير ديال زد يعني في الاخر خصنا نلقاو زد محصوره ما بين عدد وعدد فهمتي. الا قال لي مثلا اون كادري مثلا اكس يعني في الاخر خصنا نلقى اكس اون كادري ايغريك. دابا هنا عطاوني هادي قال لي عافاك انا هادشي ما بغيتوش انا بغيت تبقى هي زيد. شكون اللي مبرصتك هنايا في هاد البلاصه؟ شكون اللي مبرصتك؟ شكون اللي مديرونجيك؟ نقول لك شكون اللي مبرصتك نضرب عليهم بيدي. شوف 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 انا ضربت عليها زيد 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 ها انت جاوبتي اون كادريتي زيد برافو عليك. اذا شكون اللي مبرصتك؟ كانت مبرصتك هاد الجوج وكانت مبرصتك هاد ناقص ثلاثة. هادوك اللي مبرصتو كنحيدوهم باش غنبداو كنبداو بالجمع والطرح ماشي بالضرب. العكس ما نحيدش انا جوج هي الاولى هاد جوج راه مضروبة نحيد ناقص ثلاثة. كي غادي ندير نحيد ديك ناقص ثلاثة سهلة الناقص اخوجي كتحيدو الزائد. دابا هاد ناقص ثلاثة كي غادي نحيدها غنزيد هنا ثلاثة غنزيد ثلاثة شي واحد تقول لي علاش غتزيد ثلاثة؟ حيت إلا زدت ثلاثة غتمشي هادي بحالها صافي أنت لقي أنا ولات جوج زيد أنت قربتي صافي صافي. دابا نزيد هنا وعندي الحق نزيد ثلاثة عندك الحق ولكن بشرط زدتي هنا ثلاثة غتزيد أنا ثلاثة اللي درتي الوسط دير جناب ما دويش عليها ديما هادي زدتي تفاحنا زدت تفاحنا تفاحنا فهمت تكون ناضي. هادشي ماشي مشكلة زيد ثلاثة عادي 5 زائد 3 هي 8 7 زائد 3 هي 10. نعاود انت باغي تلقى زيد نديرونجيك جوج ونديرونجيك مون 3. أول حاجة كنحيدو الناقص والزائد. إلا كانت ناقص 3 غندير زائد 3 مشات هادي راه مازال غنعاودها لكم في حصة جاية تضبطوها مزيان. عندي هنا 3 ونزيد 3 ونزيد 3 سالينا شكون اللي غيبقى ليا؟ بقى ليا جوج زائد 8 10. الله قربت نوصل لزيد. شكون اللي مبرصتني؟ أجي نهبطو زيد شي شوية هنايا. شكون اللي مبرصتني في هاد البلاصة؟ مبرصتاني جوج. الشباب فيما تبغيو تحيدوا شي عدد عوض أنكم تقسموه ما بغيتكمش تولفوا القسمة لا ولفوا الضرب عوض باش توليو ناضيين عوض أنكم تقسموه ضربوه في لانفيرس. فاش غتضربوه في لانفيرس تعلمناها في ليكواسيون ملي كنا كنحلوا معادلات عقلتي. ملي كتكون عندي واحد على جوج اكس كنبغي نحيد ديك واحد على جوج كنضربها في المقلوب ديالها جوج غتضربها في المقلوب. ملي غتضربها في المقلوب غتمشي هادي مع هادي وغتبقى لك زيد. الله على راح صافي. بحال دابا مثلا كون كانت عندكم مثلا خمسة زيد محصوره مثلا ما بين فاش غتضرب خمسة في واحد على خمسة معلم المقلوب ديالها حيت ملي كتضرب في لانفيرس كتحيد ولكن غيتقلق منك الثمانية حتى هي غتقول لك ضربني في ان سور دو حيت اللي ضربتي هنا غتضرب ليه حتى 10 غتقول لك ضربني في ان سور دو ماشي مشكل اللي درتي الوسط ديرهم في الجناب. هنا خوتي تولي 8 على 2 هي 4 الاختزال 10 على 2 هي 5 او 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 احنا اونكادرينا زيد. دابا عاد فهمت دابا اونكادري زيد معنيتها خصني انا هادشي يولي هو زيد يعني هادشي خصني نحيد نبقى نكراتي 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 حتى نوصل لزيد فهمت. هذا راه مازال الحصه الجايه غادي ندير لكم ان شاء الله بزاف ديال الامثله باش تضبطوها مزيان. نمشيو للتمرين الثاني قصير دغيا غادي نزربوه. التمرين هذا صغيور لان باقي لنا فيه واحد الحاله بالنسبه للتعطير اللي كيكون فيه الضرب ولا كانوا عندي هادو نيجاتيف. اللي كنت قلت لكم قبيله هاد الحاله واحد المجموعه التلاميذ ما كيديروهاش في المغرب بالنسبه للتامره وكاين بعض التلاميذ كيديروها لذلك انا خصني نحيد عليا اللومه ونصايب لكم كلشي الله يرضي عليكم. اذا ملي تنقول لكم اخوتي هذه الحاله راه تنقصد كاينها في الضرب اما في التعطير ديال الجامع او الطرح داكشي كامل اللي درتوه بحال بحال غير في الضرب ملي غيكون عندك اكس في ايغريك عقل معايا. اذا هنا اخوتي كيف ما قلت لكم في التعطير ديال الضرب ما تمشيش فرحان اولدي ودير هدف هذا هدف هذا هدف هذا لا تيكونوا بوزيتيف. هنا كاين عندنا واحد الاشكال هذا زويون
هتعتبر زويون علاش؟ حيت بوزيتيف محصور ما بين جوج وثلاثة زويون، ولكن هذا خايب علاش؟ حيت نيجاتيف ما بين ناقص 5 وناقص 4 خصو ضروري يولي بوزيتيف في الضرب. كنهضرها في التعطير ديال الضرب اكس في ايغريك، هذا التعطير ديال الضرب اكس في ايغريك. اذا شنو خصني ندير؟ سهله، هذا اللي نيجاتيف نردو بوزيتيف بكل بساطه. كي غندير استاذ نردو بوزيتيف؟ سهله، غنضرب هذه في موازن، غنضربها في موازن. شنو تقول لي؟ تقول لي 4 وغندير ليه. علاش غندير ليه؟ حيت ضربتها في انومبر نيجاتيف، نبدل البلايص ما تهضرش عليها، نضرب هذه في موازن وندير ليه. ها هو لو بوزيتيف صافي. ولكن تقلق منك اكس، شنو تقول لك؟ تقول لك انا ضربني في موازا، ماشي مشكل، ضربها في موازا ديال الشريطه. حيت ضربتي هنا في موازا، ضربتي هنا في موازا، حتى الوسط ضربوا في موازا، هانيه ما تبرصتكش هاد الشريطه. غير صبر في الاخر نحيدوها، غير صبر معايا. نمشيو للتعطير ديال الايكغيك، زوين ولا ما زوينش التعطير الايكغيك؟ زوين. دابا ركز معايا، شوف معايا، شوف معايا هنا 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 هنا، شوف معايا هادو واش ولاو بوزيتيف ولا لا؟ هادو هادو اللي في الجناب، هادو اللي في الجناب ولاو بوزيتيف. صافي دير هذا في هذا، 5 في 3 هي شحال؟ هي 15. ودير هذا في هذا، 4 في 2 هي شحال؟ هي 8. دير الوسط في الوسط، ناقص اكس في ايكغيك هي ناقص اكس ايكغيك. هادو ولاو بوزيتيف، ما تشوفش الوسط، هذا في هذا انا تيهمني الجناب يكونوا بوزيتيف. هذا في هذا، الله زوينه، بوزيتيف بوزيتيف صافي. الوسط في الوسط، بقى عندي واحد المشكل صغير، حنا باغيين ناطرو اكس ايكغيك، وهذه شنو سميتها؟ سميتها ناقص اكس ايكغيك. شكون اللي مبرصتك؟ مبرصتك الناقص، نضرب عليها بيدي؟ لا. كي غادي نحيد ناقص غنضرب هنا في موازن، غنضرب هذه في موازن، ها الناقص مشى. نقول لك كيفاش نمشيو حنا دقه دقه، غنجي هنا وغنضرب هنا في يمين ناقص واحد بحال هكا. غيتقلق منك هذه، شنو قلنا؟ الا ضربنا في نيجاتيف عاوتاني تنبدل البلايص. هاد 15 غنجيب انا هنا، وهاد 8 غندير ليه، وغنضرب هذه عاوتاني في موانزان، حيت ضربت الوسط في موانزان نضرب في جناب موانزان، ولكن بدلت البلايص لاحظتوا؟ صافي. وهذه غتولي اكس ايكغيك تو سامبلومون، وهذه غتولي ناقص 15، وهذه غتولي ناقص 8، وهاني ساليت. سوف نعاودها، سجل عندك التعطير ديال الضرب، خاص هادو اللي باربعه يكونوا بوزيتيف. دابا كون كانوا هادو بوزيتيف هناك الله، هذا في هذا، هذا في هذا، بحال قبيله باسله. نيجاتيف خاصك انت تردو بوزيتيف، هذه نضربها في موازان وتولي 4 وديها ليه، نضربها في موازان تولي 5 وديها ليه، هذه تقلق نضربها في موازان ديال الشريطه. هذا زويون ها هو، من بعد هذا في هذا، هذا في هذا، ها هي من بعد الوسط في الوسط، غتبقى مبرصتاني هاد الشريطه هادي، هاد الناقص نعاود نضرب عاوتاني في موازان. اللعبة اقصر، نضرب هذه في موازان ونبدل عاوتاني بلايص، وعاد وصلت. اخر حاجه التعطير ديال اكس او كاري الا كانت نيجاتيف. دونك الشباب قلت لكم قبيله او كاري عقلتوا، قلت لكم الا كان بوزيتيف في التعطير ديال او كاري غترفع او كاري الوسط وترفع او كاري الجناب وصافي. غير هو كاين جوج حالات، الا كان بوزيتيف كيبقاو بلايصهم، كاين نيجاتيف كتبدل. هذه غترفع على او كاري وغدير ليه ناقص 4، لاحظوا او كاري ديتها ليه حيت نيجاتيف، هذا هو الفرق. غترفع على او كاري وغدير ليه صافي. اذا اكس او كاري غتبقى اكس او كاري، وهذه غتكون 16 وهذه غتكون 25 صافي. شي واحد تيقول لي استاذ علاش بدلتي البلايص هنايا؟ هذا ديتي ليه وديتي ليه؟ حيت هادو نيجاتيف صافي. ولكن شوف الحاله الثانيه، ايكغيك او كاري كاع ما غنبدل البلايص، انت جوج او كاري هي 4، 3 او كاري 9، علاش انا ما بدلتش البلايص فهاد التعطير هذا؟ حيت هادو موجبين، فهمتي؟ كون ناضي. الا كان عندك هادو نيجاتيف من طرف او كاري غتبدل، غتبدل البلايص. كانوا بوزيتيف غيخليهم بلاصتهم صافي. غير هو من طرف على هادي او كاري بالاقواس، شوف شنو درت انايا، شوف راه درت الاقواس، حيت هادي ما ترفع على او كاري 25 ماشي ناقص 25. اذا ما ترفع على او كاري راه كدير الاقواس عاد كترفع. اذا خوتي حصه طويله، نتمنى تكونوا استفدتوا منها. الحصه الجايه الاخيره غنخدموا على لي زينيكواسيون، وغنزيدكم واحد الجزء في هذيك اللعبه ديال اونكادري كيعطيوها لك طويله. انا خوتي غادي معكم كندير لكم مقرر كامل، اي هدف عندكم في الدرس ممكن نزرب عليكم، ندير لكم جوج فيديوهات وسهل الدرس، 6 ديال الحصص في الدرس، درس مهم بغيتكم تحكموه مزيان، وتنحاول نعطيكم داكشي اللي خصكم تاخذوه. اما نزرب عليكم في حصه جوج راه ما تنقدرش. تهلاو في راسكم، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الماكسيموم. زوج عاد رقم واحد صبري هادشي ما كافيش، كاين عرض سميتو بسم الله خاص بالريديس مع البروف الوردي. ادخلوا مجموعه الواتساب، يكون عندكم حصص، يكون عندكم تواصل مع الاستاذ ثلاث اسبوع باستثناء يوم الاحد في الواتساب، تاخذوا لي سيرفيس لي بي دي اف طروس ديالكم، التمارين مع التصحيح ديالهم مع الاستاذ، ثم تستافدوا من الخاصيه ديال بريباراسيون لي كونترول ديالكم، الامتحانات ديالكم. برنامج متكامل رقم واحد المغرب، اكثر من هذا كاينه مسابقه اللي كيشاركوا فيها التلاميذ كاملين ديال عرض بسم الله، سميتها توب ديسير، غتخدم الماط وتقسم انا الديسير. على بركه الله، السلام عليكم.